يا إخواني في كتابه الرائع اللي هو في الحقيقة مرجع ما يقدر الإنسان يستغني عنه، يعني الكتاب تاع ابن القيم هذا المفروض يكون في كل بيت من البيوت يا إخواني، مدارج السالكين أو مدارك السالكين، يعني كتاب قيم 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 جدا يا إخواني سبحانه. يذكر فيه ابن القيم رضوان الله عليه سبع عقبات يتتبعها الشيطان أو يتبعها الشيطان لإغواء بني آدم، يعطيك فيها لميثود والطرق لزطاب، يعني ليستعملهم الشيطان باش يغويك يا ابن آدم. وما معناها يغويك؟ أنك يعني يدخلك في حزبه فتكون من الغاوين وتكون من أصحاب النار والعياذ بالله. فإبليس يا إخواني إبليس راه بلاصتو في النار مضمونة، عليه لعنة الله، يعني نهاية جهنم والعياذ بالله. لكن إبليس ماهوش حاب يدخل جهنم وحده يا إخواني، الحقد التاعو الأبونا آدم عليه السلام ما خلاهش يقعد ترونكيل، فأعلن الحرب على آدم وأعلن الحرب على ذرية آدم حتى تقوم الساعة. إبليس لا ينام، إن كنا نحن ننام فإبليس لا ينام. فإذا كنت ترقد وتضحك وتلعب هو ما يضحك ما ينام ما يرقد حتى يعني يغوي الإنسان، حتى يغوي الإنسان. فلو نفهم هذه العقبات التي ذكرها ابن القيم رحمة الله عليه في كتابه كما قلت مدارج السالكين أو مدارك السالكين، فيعني لو تعلمناها وعرفناها حتى يا إخواني نحاربه، حتى نحاربه وحتى لا نقع في فخه وحتى لا نقع في لعبته يا إخواني. فالحقيقة الجيش يا إخواني الحروب لما تكون بين جيشين لوسكيا ان كومبا يسكي ان غير اونتر دو زارمي يا اخواني، اذا لا فيكتوار السوغا يعني السوغا بور كي السوغا دو يعني السوغا دو لارمي كي فورت لارمي كي بيان اورغانيزي لارمي لي كلا كومبري يعني سون انمي كي لا ايتوديي لي بوين فابل لي بوين فور دو سون انمي. إذن فالإنسان عندما يعرف الجيش عندما يعرف يعني نقاط الضعف ويفهم استراتيجية يعني الحرب ويعني يكون قوي ويكون منظم فالغلبة تكون حليفته يا إخواني. إذن فإحنا لو عرفنا هذه الطرق التي يغوي بها الشيطان الإنسان حتى يضله حتى يغويه، وفهمناها واحترزنا منها يا إخواني فغلقنا الطريق له. فالعقبة الأولى أول خطبة يا إخواني يحاول الشيطان أن يوقعك فيها مباشرة هي عقبة الكفر. الشيطان يحاول جاهدا يا إخواني أن يجعلك تكفر بالله، فإذا كفرت ارتاح يدي هو الكونجي. إذا وصلك حتى تكفر بالله خلاص، من بعد ما تكفر بالله هو يبعدك، ما يوليش قاع يجيك الشيطان ما يجيش للكافرين أبدا يا إخواني، لأنه هذا خلاص في حزبه ما يكسر راسه معاهم يروح يرقدهم باش ما ينوضوش للفجر ولا باش ما يقراوش القرآن ولا باش ما يروحش للجامع، لأنهم أصلا ما يؤمنوش بهذا الصوالح هذا. إذن هذا هما حزبه خلاص مضمونين، عندهم لكار داديرو أبي إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. فلهذا قالوا يا إخواني ليس بعد الكفر ذنب، بعد ما يكفر الإنسان ما كانش ذنب واحد آخر. إذن الشيطان كي يوصل الإنسان يكفر خلاص يخليه ويروح يشوف واحد آخرين. الشيطان كي يوصل الإنسان حتى يكفر سي لا غيف أوبتينيغ سا، أنه يعني يلحق الإنسان كي يدوفيا أن ميكخيا ويكفر بآيات الله سبحانه وتعالى، فخلاص يلو لاس ترونكيل أبخي، بس كأبخي سايا بلو دو بي سبحان الله إلا كومي لو غون بيشي يعني كو لاتريما بلو لو كوماتر سي يعني الكفر بالله سبحانه وتعالى. إن فاك إلا لاتريما إلا كومي سا إذن خلاص الشيطان يروح يشوف واحد آخرين، بس كو سلوي لا سايلي أكي إلي أكي 100% هذا من حزبه.
إذن فالعقبة الأولى هي الكفر والعياذ بالله. الحمد لله على نعمة الإسلام، الحمد لله على أن خلقتنا مسلمين يا رب، الحمد لله على أن جعلتنا من ذرية مسلمة يا رب العالمين، والدنا مسلمين وجدودنا مسلمين وجدود جدودنا مسلمين، فلك الحمد ولك الشكر يا رب العالمين. وأدم علينا نعمة الإسلام يا رب، والناس اللي اهداهم رب العالمين للإسلام، الناس الذين شرح الله صدورهم للإسلام، فعليهم أن يحمدوا الله سبحانه وتعالى أن أنقذهم من ظلمات الكفر والعياذ بالله. Les gens qui sont convertis à l'islam, alhamdulillah, les gens qui sont dans l'islam, il faut qu'ils remercient Allah subhanahu wa ta'ala. Allah il les a guidés, Allah il les a, subhanallah al-azim, préféré de les faire sortir de cet engarement et tout ça. Fa la budda an yahmadullah subhanahu wa ta'ala. Al-shaytan, هذه الخطوة تعول. إذن, le premier objectif de al-shaytan, c'est de te rendre un mécréant. Et après ça, s'il réussit, il te laisse tranquille après. إذا ما قدرش, s'il peut pas, فيحاول حاجة أخرى. إذا لم يستطع أن يجعلك تكفر بالله, دخل عليك من باب البدعة. دخل عليك من باب البدعة. لا غنو باسيون. فجعلك تقوم بأمور ليست من باب الدين. يخليك تدير واحد الصوالح ما همش من الدين تماما. ما همش من الدين تماما. والأمثلة كثيرة يا إخواني, الأمثلة كثيرة كثيرة كثيرة. البدع هي ما يخالف سنة النبي عليه الصلاة والسلام. والبدع تكون في العبادة فقط, البدع تكون في العبادة. أما البدعة في العادات فليست بدعة يا إخواني. العادات ما فيهاش بدعة. العادات هو كيفاش تاكل, كيفاش تركب السيارة, كيفاش مش عارف تلبس, كيفاش, هذه يسمى عادات, فليس فيها بدعة. لكن البدعة في العبادات, البدعة أنك تصلي صلاة ما دارهاش النبي, أنك تصوم صيام لم يفعله النبي, أنك مش عارف أنا تزيد حاجة في الدين ما دارهاش النبي عليه الصلاة والسلام. إذن فليحذر الإنسان, من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. الإنسان اللي أخر الصلاة عن وقتها دون عذر, celui qui retarde la prière sans aucune excuse ou bien motif valable, فهذه بدعة. لأن ربي يقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. إذن la prière normalement elle doit être effectuée au moment fixe. فتوي si tu le retardes sans aucune excuse, là tu fais une renovation. Les frères et les sœurs qui n'ont pas fait encore le fajr, alors qu'elle est 8 heures, sans aucune excuse, ces gens-là, on leur dit que vous avez fait une renovation fi din, ibtada'tum fi din, vous allez faire un calendrier, vous voulez faire un calendrier de prière à votre manière. Hadi hiya bid'a. L'insan li rouh yedir as-sabou' wal-rab'in 'ala al-mayyit ta'o. Le 7e jour ou le 40e jour, sur le mort. فهذه بدعة ما فعلها النبي عليه الصلاة والسلام. سبحان الله, هذه بدعة يا إخواني. يعني إذن فالبدع كثيرة. لما تروح يا أخي تعلق بنو فوق دارك مثلا, تعلق بنو تاع بواتير ديرو كي تبني كاتريام ايطاج والفوق تدير بدعة وتعلق بنو وتقول هذا للعين, فهذا من الشرك وهذه من البدع. لما ترفد الخروف وترفد السميد وترفد الخضرة وترفد الحليب وكذا وتروح تدير الوعدة تاع سيدي فلان وتذبح لهذا الضريح, فهذه بدعة, هذه من الشرك. سبحان الله. لما تحلف بغير الله, لما تقول براس ما وبراس بوي وتبلاتزغ لا تومب دو مامير, هذا من الشرك وهذا من البدع. سبحان الله. لما تعلق مانيش عارف انا يا يعني هذيك المسمار تاع العود هذيك يعني تعلقها في الباب تاع الدار ولا تعلقها مانيش عارف انا في ديرها في لوطوك ولا في الكاميو تاعك, هذه من البدع. سبحان الله. لما تعلق حرز ولا حاجه في رقبتك وتقول لك على بال العين وعلى بالك, هذه من البدع والعياذ بالله. اذا فالشيطان ياتيك من هذه الامور. إذا ما قدرش يخرجك للكفر تماما, يأتيك من جانب البدع وتصيب الإنسان يرتع ويعيش في البدعة. سبحان الله.
والبدعة هي ما خالف سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فتوجور lorsque je veux faire quelque chose, il faut que je voie et je demande est-ce que je suis en conformité avec la sunna du prophète ou non. Sinon, je vais tomber dans la rénovation, le bid'a. وكل بدعة ضلالة وصاحبها في النار والعياذ بالله وكل بدعة ضلالة. La troisième étape, يا إخواني, إذا ما قدرش عليك في الكفر وما قدرش يدخلك في البدع فيأتيك من باب الكبائر. يجيك من لي غروند بيشي والعياذ بالله من الخمر من الرشوة من الزنا من يعني الربا وكل هذه الأمور. الشيطان يقول لك يا أخي يا ودي غير كاس واحدة هذه أنت سبحان الله الناس راهي تبات تشرب أنت أضرب كاس واحدة برق يا أخي سبحان الله وراك تشوف ماشي غير أنت وحدك تشك شوف كاع العرب راهي تشرب شوف كاع المسلمين راهم يشربوا غير أنت حسب روحك أنت اشرب يا أخي اضرب كاس الليلة وغدوة غفور رحيم ورمضان راه جاي وراهم قالوا تبطل الشراب 40 يوم قبل رمضان ما عليكش كي تبطل الشراب 40 يوم قبل رمضان ما عليكش كلام فارغ ما عنده حتى أساس مانيش عارف وين يقراو أكيد نعرف وين يقراو يقراو عند إبليس فلهذا يفتيلهم سي بور سا كتابات تاعهم نصيبهم الا عندهم هذا الكلام اللي يقول لك باللي يبطل الشراب 40 يوم الشراب حرام قبل رمضان في رمضان وبعد رمضان الشراب حرام ها ولا دروغ حرام ويعني وهذه المحرمه اذا لكن الشيطان يغويك باش يغويك بغفور رحيم افعل الكبيره واستمتع يا ودي تنزع على روحك ازهى على روحك سبحان الله زهو الدنيا لا تبدلها بشقاه يا ولدي شك الديري سبحان الله يا سبحان الله العظيم هو مازال ربي مازال ان شاء الله الايام الطوالة وكي نفوت الستين ان شاء الله توبي وصي وخلاص ها قاعد زهاو شكون هذا اللي مازهاش شكون هذا يقول لك مازهاش يا ويزين لك الشيطان سبحان الله يدخل لك من الكبائر فاذا الانسان انغمس في الكبائر والعياذ بالله فيترك الصلاة ويترك الصوم ويصبح بينه وبين الكفر غير درجة واحدة برك ماهوش بعيد عن الكفر والعياذ بالله التارك للصلاة واللي كذلك يزيد ياكل رمضان من الفوق وكل شيء هذا واش قريب له للكفر ماهوش بعيد عليه ماهوش بعيد عليه يا اخواني كاين بعض الناس من المسلمين من المسلمين ما يقولوا احنا مسلمين ما يصوم ما يصلي ويزيد يقول لك يا خويا شكون اللي راح وجاب لنا الخبر باللي كاين عذاب القبر وكذا اذا هذا راه يعني وراه في الكفر والعياذ بالله هو في الكفر اذا فالشيطان يوقعك في الكبائر ويسهلها لك ولك ما عليش من بعد التوب غفور رحيم ورمضان راه جاي وجد سبحان الله اذا وهذا ما يفعله مع الشباب سبحان الله وهذا ما يفعله مع الشباب والعياذ بالله يغرقهم ويعني ويغويهم بهذا كم زلتوا صغار وكاع زهاو وهكا كي تزها في الصغر غدوه كي تكبر الدنيا ما سي لانك ذقت منها راك عارف اش تكايد هاي يزها سبحان الله العظيم إذا فيأتيك من باب الكبائر فلنحذر يا إخواني فلنحذر من الكبائر. العقبة الرابعة إذا لم يستطع أن يغويك بالكبائر دخل عليك من باب الصغائر ما قدرلكش في الكبائر. جرب معاك الخمر ما قدرلكش قلت له لا يا رب هذا حرام. جرب معاك الزنا ما قدرلكش قلت لا يا رب هذا حرام حدود الله. جرب معاك يعني الـ يعني الـ السحر وكل هذه الكبائر ما قدرش معك. اذا فاش يدير ياتيك من الصغائر يجيك من الصغائر لان الشيطان ابخيتو مفرار مثال ابخيتو هو الشيطان يبغي يشوفك تعصي الله تعصي الله بكبيره تعصي الله بصغيره تعصي الله مانيش عارف انايا المهم انك تكون عاصي لله نيمبورت كال فاسو إذا فإذا ما قدرش عليك من الكبائر يأتيك من الصغائر يدخل عليك يا أخي معليش وهذه غير لابيز وهذه كذبة بيضاء وهذه نظرة معليش يا حوجي أنت باغي تغم روحك وعليها عليك يا بنتي تغمي في روحك وكل شيء ويدخل لك من هذه الكبائر يعني وأنت غادي خيرك راح للجامع غادي تصلي وربي يغفر لك تشوفها كي تخزر في المرأة هذه راك راح للجامع الغفور الرحيم سبحان الله كذبة بيضاء هذه يا حسرة ما فيها والو هذه غفور الرحيم يا حوج الجمعة هم قالوا الجمعة من الجمعة كفارة لما بينهما والرمضان إلى رمضان كفارة ويجيك من هذه الأبواب كلها يا إخوان. والعجيب أن من مداخل الشيطان قوله حق ولكنه حق يراد به باطل يعني هناك أحاديث كثيرة صح
يجيك الجمعة إلى جمعة كفارة لما بينهما، ورمضان إلى رمضان كفارة لما، كلها حديث صحيح، لكن هو يجيك بها من جهة الباطل ويذكرك بها باش يوقعك في المعصية، باش يسهل لك طريق المعصية. سبحان الله. فالإنسان سبحان الله يقول رب العالمين، وهو يعني يتكلم عن حال الإنسان المؤمن أو غير المؤمن يوم يقف بين يدي الله سبحانه وتعالى، ويفتح له رب العالمين يعني الديوان التاعه الكتاب التاعه، ويقول له اقرأ كتابك بنفسك. فيقول رب العالمين ويقولون متى هذا، ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. فبالتالي يا إخواني، ما دام ربي حسبنا على الكبيرة والصغيرة، فمعناه أن الشيطان إذا ما قدرش علينا في الكبائر فسوف يأتينا من الصغائر. ولهذا ربي يقول ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. فسيقول يعني سبحان الله الفضيل رضي الله عنه له تفسير جميل جدا لهذه الآية يا إخواني، عنده واحد التفسير رائع لهذه الآية. يقول الفضيل رضي الله عنه والله أنهم يوم القيامة ضجوا بالصغائر، أي بدأوا بالصغائر قبل الكبائر. لماذا يا إخواني؟ لماذا رب العالمين بدأ بالصغائر قبل الكبائر؟ وأهل الإنسان كي يقرأ الكتاب بتاعه يضج بالصغائر. الإنسان إذا ارتكب كبيرة يا إخواني، الإنسان كي يطيح ويقع في كبيرة من الكبائر، شرب الخمر مثلا أو زنا أو يعني الكبائر المعروفة الموبقات المعروفة، فهذه الكبيرة تقعد له بين عينيه. إيماجينو إن فام كلا في كلا كومي أنا فورتمو، لا فام كلا كومي أنا فورتمو، هذاك لافورتمو اللي دارته يقعد لها دائما بين عينيها. إنسان زنا، هذاك الزنا يقعد له دائما بين عينيه، كبيرة من الكبائر. إنسان يشرب الخمر تقعد له هذيك الخمر هذيك دائما بين عينيه سبحان الله، يبكي عليها ويندم عليها وتصيبها غير يتفكر فيها ويطلب ربي المغفرة وكذا. لكن هل هذا الإنسان يا إخواني اللي يشرب الخمر أو يعني لا فام كلا أفوغتي ولا الإنسان اللي يزنى وكذا هذه كبائر، هل هذا الإنسان هذا راه ما دارش الذنوب الصغيرة؟ لا، بالصح هو تبان له الذنوب الصغيره هذه سير يا معليش، المهم هذيك الكبيره او دي يقول لك درتها كبيره مانيش عارف لا ربي يغفر لي ولا ما يغفر ليش، يا ولدي خليها على الله برك. بالصح ينسى روحه باللي راه داير صغائر، ذنوب صغيره تدير فيها كل يوم سبحان الله، ولا وهذه الذنوب الصغيره تتجمع تتلم وتجيك يوم القيامه سبحان الله، فيتفاجأ بها الانسان فيجد الصغائر ولات حية كبيرة أكثر من الكبائر. لذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام إياكم ومحقرات الذنوب، فإنهن يجتمعن على العبد حتى يهلكنا، قطرة منا حتى تولي واد. فإحنا هذا ذنب معلي الصغير ونقعدوا شوفوا غير الذنوب الكبيرة. على أنت شادر سيدي حركت الجوامع، كي توصل تحرك الجامع ما بقالك ولا من الإسلام. إذا وصلت حتى تحرق الجوامع ولا تمنع الناس من بيوت الله ولا تصد الناس عن بيوت الله، خلاص راك خرجت من الإسلام يا أخي. لكن قبل ما توصل تحرق الجوامع كما يقولوا، شوف الذنوب الأخرى، هذا كذبت عليه منا، هذا أعطيته رنضيب منا وما جيت، هذا راه يسالكم باش تخلصه، هذا كلي طلع عرقه منا، هذه يعني أمه زوجة ظلمتها من، هذا ولد ظلمته من، هذه صلاة ما صليتهاش في وقتها، هذا نهار فات عليك ما ذكرتش فيها الله سبحانه، هذه كلها من الصغائر تتلم 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 سبحان الله، فتولي يعني سبحان الله. فلهذا النبي يقول إياكم ومحقرات الذنوب. بعض العلماء يقول لك يا جماعة ما كان لا ذنب كبير ولا ذنب صغير، كلها ذنوب، فو با يعني بارطاجي هذه اون دو لدي ذنب كبير وذنب صغير لي باشي لي بيشي ماجور ولا لا، يقول لك كلها ذنوب، لأن الذنوب الصغيرة غادي تتجمع 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 حتى يقولوا جبل سبحان الله. إذن فالشيطان إذا ما قدرش عليك في الكبائر يجيك من ناحية الصغائر، يخليك ما تصليش في الوقت، يخليك ماشي يبطلك الصلاة، ولكن يخليك ما تصليش في الوقت، ما تنوش للفجر، ما تحضر صلاة الجماعة، كل هذه الأمور. إذا ما قدرش عليك إبليس لا في الكبائر ولا في الصغائر، ما زال ما يبقى إلى بوندون بان
il baisse pas les bras, il continue toujours à يعني وهو انه يغويك الشيطان اذا ما قدرش عليك لا في الكبائر ولا في الصغائر باش يوقعك في الذنوب فما يلبس با لي برا كاش كي في اي كونتينيو انكور سون كومبا واش يدير فيغويك بالاستكثار من المباحات على حساب الطاعات مثلا ها مثلا يخليك تنام يعني ولا تقوم الليل يخليك ترقد كاع الليل كامل وتنوض غير للفجر اذا الليله كامله فاتت ما يخليكش تنوض لقيام الليل سبحان الله يعني قيام الليل له واجب في حق الانبياء ولكنه سنه في حق عباد الله لما تكون تقول انا عبد لله فرب العالمين تكلم عن العباده تاعو قال كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالاسحار هم يستغفرون الشيطان شي يقول لك يا خويا راك بيت في دارك الحمد لله ما رحت للسينما ما رحت للكباري ما رحت للبواد الدنيا راك بيت في دارك الحمد لله ويرضيك بهذا بصح ما نوضش في دارك تنوض تصلي قيام الليل باش تحارب الشيطان المهم راك في دارك خلاص ارقد معليش سبحان الله كذلك يخليك ديما تاكل كثير تجي الاثنين باش تصومها يقول لك علاك تصوم انت كاش ما درتو يجي الخميس تبغي تصومها يا ودي يهديك الله يا ودي كل رمضان راه جاي وصوم على روحك راه الحر راه البرد راه النهار طويل راه النهار قصير يا ودي حقك اليوم راك معروض يا ودي فلان راه قال لنا واقيلا نفطروا عندها اليوم ويعني سبحان الله فيكثر عليك اذا فيعني اذا فهو ما طاقش عليك في الذنوب الكبيره وما طاقش عليك في الذنوب الصغيره يجيك الان من الحوايج المباحه فيكثرهم عليك يكثر عليك النوم يكثر عليك الماكله يكثر عليك يعني الجمايع وكذا باش ينسيك عن يعني سبحان الله باش ينسيك عن الطاعة باش ينسيك عن الطاعة العقبة السابعة لطابسيس يعني إخواني فإذا وجدك الشيطان ما شاء الله ممتاز يا إخواني ممتاز يعني وجدك يعني ما شاء الله ما قدرش لا في الكبائر ولا في الصغائر جام الحوايج الحلال باش يزينهم لك قلت له لا الرقاد صح نرقد بصح نوض ندير قيام الليل نعم ناكل الماكله حلال بصح نصوم الاثنين والخميس ونصوم الايام البيض والله غير نجيبها عقابك كما راك جايبها عقابي هكذا هو يجيك من انت تجيه من هو يقول لك هذه حلال وبعدين يقول له لا حلال بصح انايا لازم يعني جو بروفيت من الليل والرقاد فيه حلال بصح انا جو بروفيت من الليل نرقد شويه ونقوم شويه السيمانه كامل وانا ناكل اذا جو الرفاق ناكل سبحان الله السيمانه فيها 7 ايام انا نصوم يومين وخمسه ناكلهم وما نخليلكش كلش سبحان الله اذا اذا وجدك الشيطان يا اخواني ممتنعا عن الكبائر وممتنعا عن الصغائر وزاهد في الدنيا ولكن مقل يعني في المباحات فهو أيضا سوف يلاحقك يا إخواني وسيدخل عليك من باب الطاعات ما طاقش عليك قاع من هنا يجيك من باب الطاعات يا إخواني سبحان الله فيعني شيدير الشيطان يا إخواني فيشيدير الشيطان يا إخواني يجيك من باب الطاعات يجيك من باب الطاعات فتشغلك الطاعات يعني عن طاعات أهم وأكبر فمثلا الشيطان يا اخواني يجي ويقول لك يا خويا انت راك تصلي اصلي الحمد لله سيدي بصح شنو هديك للجامع صلي في دارك سيدي راه البرد الجامع راه بعيد يا اخي وذاك الامام قاعد الناس راه تقول كاع ماهوش مليح شدك تصلي انت موراه صلي في دارك خير لك يا ودي سبحان الله وانت ذوك العباد راك شت العرب تاعنا كيعوج وكل شيء صلي في دارك يزين لك هذا ما قالكش ما تصليش بصح حرمك من الاجر صلاه الجماعه في كل خطوة رب العالمين يكتب لك حسنات عند باب الجامع ربي يستقبل فيك ويرحب بيك سبحان الله كي تخرج من الصلاة لك بها حجة وعمرة سبحان الله هذو قاع يحرموا ينحيهم لك من يخليك تصلي صلاة هكذا تقريبا ما فيها حتى هذا أما الفضل الكبير اللي في الصلاة لما تروح للجامع يحرمك منه الذهاب إلى المسجد نور لك يوم القيامة في كل خطوة تخطيها بالرجل اليمنى حسنات ويمحو الله عنك السيئات كي توصل لباب الجامع يستقبلك رب العالمين أتوناكاي تدخل لباب الجامع 27 درجة الجماعة يعني أجر الجماعة ثم الخروج من المسجد تحية المسجد اللي صليتها كل هذا يفوتهم عليك كي تصلي في دارك ما كان لا تحية مسجد ما كان لا خطوة درتهم للجامع لا جماعة 27 درجة لا يعني نافلة بعد كل هذا حرمك منه
إذن يجيك من هذا الباب هذا سبحان الله. كذلك يعني سبحان الله يغويك يعني أن تجلس تصلي الكثير من النوافل ولكن تهمل، ها يغويك الشيطان ويخليك تقعد الله أكبر الله أكبر الله أكبر في الجامع، بصح يخليك تضيع وليداتك وتضيع زوجتك وتضيع زوجتك وتضيع المسؤولية اللي فيها، يعني سبحان الله العظيم يعني ألا وكأن الشيطان سبحان الله يعني وكأن الشيطان يا إخواني حب يعلمك يعني سبحان الله فقه الأولويات من تبدأ ومن ما تبدأش. إذن فالشيطان يجيك من هذا كذلك، ولهذا الإنسان كي يبغي يصلي في داره يقول لا الله يعك أخزي أبليس والله نروح نصلي في الجامعة، أنا نحارب إبليس ونخليش يفتي لي باش نصلي في دارك، علاه الجامعة قريب الحمد لله عندي السيارة راني صحيح سبحان علاش والله نروح المسجد سبحان الله، الطابلة قارني وكل شيء والله ما ناكل ما نكملش كلش ما نكملش كلش باش من بعد غير نشبع نروح نرقد، لا نجوع شوية فثلث للأكل وثلث للماء وثلث للهواء. ثم كذلك الإنسان يعني إذن فيعني فالشيطان يجيك كذلك من هذا الطريق يا إخواني فلنحذره. إذن فيعني لأن الإنسان يا إخواني الإنسان إذا كان ما يقوم الليل ما يروح للجامع ما يقرأ قرآن ما يصل أهله ولا رحمه كل شيء فقلبه يضعف الإيمان تاعه يضعف يا إخواني سبحان الله، وبالتالي يصبح يقدر يكون لعبة سهلة للشيطان يضعفك الشيطان بهذه الطريقة ومن بعد يلعب بك يا إخواني. فحذاري حذاري يا إخواني. العقبة يعني العقبة اللي يعني اللي بعدها يا إخواني السابعة اللي يغويك بها الشيطان وهي الأخيرة، إذا لم يستطع الشيطان أن يدخل عليك من أي مدخل من المداخل الستة التي ذكرناها يا إخواني يعني يعني واستعمل كل الوسائل لا يتوليزي كاع لي مانياري لي ميثودي تو سا اي لا با اريفي كاسكي في يعني، فهو ان يسلط عليك جنده من الانس والجن، ها يسلط عليك ما قدرش عليك في الكبائر باش يعني يكمل معاك وتولي اكي في حزبه قعدت دائما ثابت وصامد وكذا، اش تيدير يسلط عليك الجنود تاعه، والجنود تاعو عندنا جنود ابليس من الجن وجنود ابليس من الانس، كاين شياطين الانس وشياطين الجن، شيطان الجن تقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم طف يهرب، اما شيطان الانس هو قدامك معاك ياكل معاك يرقد معاك يشرب معاك يصح، لانه تقول اعوذ بالله ولا ما تقولش هو معاك، شياطين الانس والجن يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا. اذا فيسلط عليك ابليس الجنود تاعو يا اخواني، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل، فكلما زاد صلاحك زاد إيذاء الناس لك، كلما زاد صلاحك كلما زاد الإيمان تاعك كلما زاد التقوى تاعك يا إخواني إلا وزادت عداوة الشيطان لك وزادت الابتلاءات عليك يا إخواني. فهذه الطرق السبعة التي يستعملها الشيطان، هذه الطرق السبعة التي يستعملها الشيطان في إغواء بني آدم، ويعني وقلنا بأنه هو عدو يا إخواني، عمر الشيطان ما يكون صاحب. مرة يا إخواني أحكي لكم قصة قبل ما ندخل على واحد الحديث واحد الحوار مع الشيطان، فنحكي لكم قصة. كان إنسان يا إخواني من الصالحين من العباد في كل صباح يذكر الله، عنده ورد يومي كل صباح يدير السبحة مثلا 100 مرة لا إله إلا الله 100 مرة استغفر الله 100 مرة الحمد لله 100 مرة قل هو الله أحد كذا، ويزيد يدير 100 مرة سبحة كاملة للشيطان لعنة الله عليه الشيطان لعنة الله عليه الشيطان لعنة الله عليه، ينعل فيه يعني كل صباح وعشية صباح وعشية صباح وعشية. وهذا الرجل العابد هذا كان يجلس تحت واحد الحيط وهذاك الحيط راشي، مرة كان جالس يذكر في السبحة تاعو قابض استغفر الله استغفر الله 100 مرة اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم 100 مرة كذا، ومن بعد دخل الشيطان عرضه الله عليه الله يعلمه يخزيه 100 مرة. فإذا يعني برجل يعني لابس ما شاء الله وخربنوس هذه برانيس هذه عبايات هذه كذا، وجاء قالوا يا فلان يا فلان يا فلان بعد الحيط راه بغي يطيح. فقام الرجل هذاك اللي العابد ناض من تحت الحيط يسولفي اي لو مير سبحان الله اللي طومبي. الرجل يعني قالوا يا سبحان ربي يرسل لك خير ربي يرسلك ليا ربي يرسلك ليا وما كان غادي يطيع ليا الحيط.
فكرني من الموت هذا ربك يودي انت انسان فيك الخير وقت بان انسان بشك فيه الخير وكذا يودي شكون انت قالوا انا ابليس انت ابليس لا اله الا الله يا ولدي لا يهديك انت كيف راك سلكتني من ابليس يامر غير بالسوء يامر كذا يا ولدي قالوا انا ابليس سبحان الله يا ولدي قالوا انا نعل فيك كل يوم صباح وعشيه 100 مره داير لك سبحه سبيسه ليك انت وكيف راك سلكتني وكان خليتني ما موت خليني نموت وكل شيء يا ولدي قال له انا ما بغيتكش تموت لو كان طاع عليك الحيط تموت شهيد ها باسكو الردم الانسان اللي يموت في الردم فيموت شهيد يعني ان مارتير مي موا جي با فولي كو تو مور ان مارتير لهذا قلت لك نوض نوض الحيط راه باغي يطيح سبحان شفتوا ابليس كيفاه يجي السيد السيد من المظهر تاعو فهم باللي بغى له الخير يا ودي وخا الحيط راه لكن ابليس ما بغى له الخير ابليس ابليس حرمه من الشهاده لان الذي يموت تحت الردم يكون شهيد فابليس قال له وخر وخر سبحان الله ولهذا يا اخواني مره ان واحد الانسان كذلك هذه في اخر المطاف سوف اذكرها ان شاء الله ولكن اعود الان ان شاء الله الى هذا الحوار يا اخواني هذا الحوار مع حوار انسان صالح انسان تقي مع نفسه ولكن مع الشيطان مع الشيطان حاور الشيطان يا اخواني ففي ليل مظلم يا اخواني في ليل بهيم قرب اذان الفجر قرب هكا اذان الفجر واراد هذا الانسان العابد التقي ان يقوم الى صلاه الفجر وان يذهب الى المسجد فجاء ابليس قال له يعني عليك ليل طويل ارقد عليك ليل طويل ارقد احنا قال لنا النبي عليه الصلاه والسلام باللي كي يرقد الانسان يعني ويدخل للفراش تاعه الشيطان يعقد عليه ثلاث عقدات في كل عقده يقول عليك ليل طويل فارقد هذه أمنية الشيطان في الليل أنه الإنسان اللي يصلي يرقد بينوش يضيع الفجر وما يديش قيام الليل ويخرج له ينوي أزيرو ما عنده حتى حسنات يعني محسوبة عليه أكثر من اللي ما صورت فيها حتى حاجة والنهار اللي ما تصور فيه والو يا إخواني ناقص من عمرك النهار اللي ما تدخل فيه والو ناقص يعني تدخل فيه والو معناتها ما ربحت فيه لا حسنات لا والو رقد الليل كامل هو راقد ما نظلل الفجر ولا ذكر الله ولا قام الليل ولا أي شيء إذن هذه ليلة سوف تشهد عليك ما تشهد يعني كونترتوا لأنك سبحان الله ليلة كاملة تضيعها ما ذكرت فيها الله ولا حفظت فيها على صلاة الفجر ولا عملت فيها عمل صالح إذن ف يعني قلت لما أراد هذا الرجل الصالح أن يقوم للفجر ويذهب إلى المسجد جاء إبليس وقال له ارقد عليك ليل طويل ارقد جمعت خمس دقائق والنوض يسوني الرافاي ونطفيه لالارم تاع التليفون ونحبسها هذه كلها يا إخواني من الشيطان هذه كلها من الشيطان يحبك تكمل رقادك وشفتوا سبحان الله الرقاد وقتاش يحلى مع الفجر ما راه جايه النوم على 11 يقول لك ما جانيش الرقاد على 11 هاي الساعة 12 ما جانيش الرقاد راهي الساعة الوحدة ما جانيش الرقاد واوليدي هاشرب كاشي ما لا ما نبغيش نشرب الكاشيات هكذا ومن بعد هي تجي الربعة وقت السحر ويقرب الفجر والسيد يطيح كاو يبدي لك من الصباح تشكي تقول ما جانيش الرقاد الشيطان سبحان الله يطيح عليه النعاس تاع الدنيا كلها ومع الفجر يا ولدي كل شيء يصبح فيك يعني عوج اركب عوج الظهر عوج وكذا قاع باغين الفراش كان يصيبوا ما ينوضوش هو يفوت الفجر برك وتطلع شويه السبش يحرم عليك الرقاد يتحلوا عينيك وخلاص لانه علاه فوت عليك الليل كامل ما صليت فيه ما ذكرت الله ما قرات فيها قران اذن فهذه يعني اذن فالشيطان ياتيك يحبك ترقد باش تضيع الفجر فقال له العابد هذا الزاهد قال للشيطان قال ودي اخاف ان تفوتني الفريضه يا ودي قالوا لي خايف لا تفوتني صلاة الجماعة وتفوتني الفريضة فماذا قال له إبليس يا ودي الأوقات طويلة يا أخي ها صح أنا ما صليتش الفجر في الجامع صلي الظهر والعصر وزيد المغرب سيدي ولك سبحان الله ها حسب قاع الناس قاع ماشي تجي للفجر غير انتك حسب روحك ويزين لك هذه الأمور سبحان الله فقال له العالم الزاهد قال أخشى ذهاب صلاة الجماعة يا ودي خايف تفوتني صلاة الجماعة وش قال له إبليس يا ودي لا تشدد على نفسك علاك مزير على روحك كيما هاك يا أخي سبحان الله صلاة الجماعة وصلاة كذا المهم أنك تصلي في الوقت لا تشدد على نفسك في الطاعة
فيقول فيعني فنمت حتى طلعت الشمس. رقد تلم أغواه الشيطان فلقد. فماذا قال له الشيطان؟ همس في أذنه فقال لي لا تأسف على ما فات، فاليوم كله أوقات. قالك بضيق على روحك داير روحك راك ندمان وزعفان ما نصل الفجر وكذا، يا ودي النهار طويل وخلفها إن شاء الله وصلي ركعتين ونزل. إذن باش يعني باش يقلل ويهون عندك من يعني هذا يعني الذنب اللي داره الإنسان لما يخلي الفجر يفوتها. يا إخواني لما يجلس الإنسان يقول جلست لآتي بالأذكار، جلس باش يجيب الأذكار تاع النهار والورد اليومي وكل شيء، فيعني سبحان الله ففتح لي يجيك الشيطان ويفتح لك دفتر الأفكار. أنت برك تقعد باش تقرأ القرآن الكريم ولا حاجة، غير تحل المصحف هو ثاني يحل لك جورنان واحد آخر، يفكرك بالرونديفو اللي عندك، يفكرك بالعرضة اللي عندك العام الجاي، مش حتى تحسن العرضة، يفكرك باللي بتختك باغي تتزوج السنة مش هتشري لها، يفكرها بولادها اللي باكونز راح في الصيف مش هتشري. هذا لك باغي، هذا غير حلة المصحف مازال ما قراتش، هو يحللها منا ثاني كذلك كاع الليفريات تاعه. فيقول العابد يعني يحاول الشيطان، قالوا يا ابليس راك نسيتني لقد اشغلتني عن الدعاء، خليني نرحم والديك. فقال لي دحه الى المساء، معليش العشيه وادعي والدعاء في الليل افضل وكذا، المهم خليه للعشيه يحب يوخرك فقط. فلما عزمت على المتاب، لما عزمت على المتاب فقال لي تمتع بالشباب. يا ودي انت باغي تضيع صغرك، اختي شوف واش هذا اللحيه وصوم الاثنين والخميس والصلاه في الجامعه وكل شيء، انت ما زلت صغير، انزه على روحك يا اخي سبحان الله. شوف ويعني ويغويك بالشباب والصحه والفلوس والشبوب ويغويك. فقلت اخشى الموت، يا ودي انا خايف للموت وانا صغير. فقال سبحان الله عمرك لا يفوت، كيف تموت انت وانت صغير؟ شوف هرا عندها 8 سنة ومازال ما ماتش، شوف ذيك العزوج عندها 90 ومازال ما ماتش، شوف ابويك راه عندها 80 ومازال ما ماتش، كيف تموت صغير هذه؟ ازهى على روحك يا اخي سبحان الله. يقول فلما جئت لاحفظ المثاني باش يحفظ القران الكريم، فجاه ابليس قال روح على نفسك بالاغاني او تغير، قال الله قال الله، اسمع شويه سيدي شويه زهو الدنيا لا تبدلها بشقاه، روح على نفسك بالاغاني سبحان الله. قلت هي حرام يا ودي، شي نروح على نفسي بالاغاني راهي حرام؟ حرام شكون قال حرام؟ سبحان الله بعض العلماء راهم قالوا حلال، ايوا بعض العلماء راهم قالوا فيها يجوز وكذا، يجيب لك الاحاديث ويجيب لك الايات يبين لك العالم. قال قلت احاديث التحريم عندي في صحيفه، الاحاديث اللي تحرم من الغناء كلها موجوده عندي. فما وش قال لها الشيطان؟ يا ودي كلها احاديث ضعيفه، هذيك الاحاديث اللي عندك كلها ضعيفه تعرف سبحان الله. قالوا حلال الغناء سيدي سبحان الله، بعض العلماء قالوا يجوز سيدي، كيف اخويا وكانوا في الازهر يقراوا على يغنوا كاع ام كلثوم وكان العالم فلان يسمعنا يغني والعالم ويجيب لك كاع الشيطان. فيقول فمرت بنا حسناء، مرت بي حسناء يعني مرأة جميله، فغضضت البصر قال حطيت عينيه. فماذا قال له الشيطان؟ قال ماذا في النظر؟ وش فيها كي تخزر؟ كما ما سبحان الله نظرة برك شيء، ها شللت عينيك كما نقول احنا. قلت فيه خطر، ودي النظرة هذه هي اللي توصلنا لحاجة واحدة أخرى، راهو المشكل يبدأ من النظر. فش قال لها الشيطان؟ الشيطان قال تفكر في الجمال فالتفكر حلال. يا ودي هذا خلق الله لابوطي اللي ربي خلقها، كي تشوف فيها راك تتفكر في ايات الله. وبعض الشواطين كيما هكا يا اخواني، بعض بني ادم يقعد يخزر في المراه يقول لك راني نتامل في خلق الله يا خويا، هذا لابوطي اللي ربي كي اكريي قال لنا شوفوها تفكروا فيها، اتق الله غض بصرك يا اخي سبحان الله. لما اراد يقول العالم اردت ان اذهب الى البيت العتيق فوقف لي في الطريق فقال ما سبب هذه السفرة؟ وين ماك رايح؟ وين ماشي؟ قلت لأخذ عمرة، أنا حنجيب فيها عمرة. قال الشيطان يقول ركبت الأخطار بسبب هذا الاعتمار؟ يا سيدي عمرة يا أخي، عمرة غير سنة، وأنت شديك تجيب عمرة؟ ها غير هنا يا سيدي ودير عمرة، هذا راه يتيم ما عندهش زوجة، هذه راه يتيمة ما عندهاش عاونها، يا أخي وش ديك أنت باش يمنع الإنسان سبحان الله؟ والحسنات راهي كثيرة وأبواب الخير كثيرة، يا سيدي غير هنا وحج،
سبع عندها 70 سنة مازال ما حج، يقول لك أنا غير هنا راني نحج، عندي البنت مازال ما تزوجتش، عندي الولد مازال ما تزوج، ونهار اللي تتزوج البنت يقول لك راهي بالكرش، اللي حتى تزيد ما عندنا شكون يقبض لها الذري، وما حتى يموت الإنسان ويخرج من هذه الدنيا وما كان والو سبحان الله. إذا فيقول قالوا ركبت الأخطار بسبب هذا الاعتمار يا سيدي، وأبواب الخير غير حذاك، هذا الشيطان يقول العياذ بالله. قلت لابد من إصلاح الأحوال، قال لا، قلت لابد من إصلاح الأحوال، فقال الشيطان الجنة لا تدخل بالأعمال، وأون بليس دو سال الجنة ما يدخلوهاش الناس بالأعمال، وانت على لك العمرة هذه وتصوم الاثنين والخميس والقيام الليل وكل شيء، والجنة الناس ما يدخلوهاش بالأعمال. فشوف الشيطان على الله عليه. فالعالم هذا يقول لما أردت أن أذهب إلى إلقاء نصيحة إلقاء درس، فجاء إبليس قال له لا تجر، فقال له يعني الشيطان، قال له يعني أراد العالم هذا أن يذهب لإلقاء نصيحة يا إخواني، فجاءه الشيطان وقال له لا تجر إلى نفسك الفضيحة، ذوك تروح أنت تدرس على الناس، ذوك يبدأوا يقول لك هاي درس قبل روحه، هاي يبدأ بروحه، وهارها حسب روحه قاري، وحسب روحه يفتي علينا، وراح حسب كذا. إذن خلي روحك غادي دارك هكذا حتى حد ما يعرفك. لحظة مستمعينا. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا، وسبحان الله وبحمده بكرة وأصيلا، لا إله إلا الله وحده. أعود مستمعينا ومستمعاتنا إن شاء الله يواصل الحديث، يواصل الحديث، وقد وصلنا إلى أن يعني هذا العالم، يعني هذا العالم هذا العابد هذا يعني أراد أن يذهب لإلقاء درس أو نصيحة الدعوة، فالشيطان يقول له لا تجر على نفسك الفضيحة، غاس أنونيم هكذا حتى واحد ما يعرفك تروح تدرس للناس، وشكون هذا اللي راه يطبق اليوم، وشكون هذا اللي راه يدرس اليوم، وواحد ما يجيكش يا ودي قعد غادي دارك على روحك خلك يا إخواني سبحان الله. فقال قلت له هذا أنفع للعباد، نروح ننصح العباد، نروح كش ما نعلمهم وكذا. فقال يقول له الشيطان أخشى عليك من الشهرة وهي رأس الفساد، يا ودي نخاف عليك يعني أنك تنشهر وتولي والناس يعني سبحان الله تفتن بك وكذا، خليك دارك هكذا سبحان الله العظيم، خليك دارك لا إله إلا الله. معذرة مستمعينا ومستمعاتنا إن شاء الله. يقول فقلت يعني العابد هذا بدأ يسأل في الشيطان، بدأ يسأل في الشيطان على بعض الناس، على بعض الناس وبعض الدعاة وبعض العلماء. يقول فقلت فما رأيك في بعض الأشخاص؟ قال له الشيطان أعطيني برك اللي تحب نعطيك يعني اللي تصيفي لتاعو نعطيك، غير قول لي برك من. فقال له ما رأيك في أحمد بن حنبل؟ أحمد بن حنبل، قالوا الشيطان أحمد بن حنبل، قالوا أحمد بن حنبل قتلني بقوله عليكم بالسنة والقرآن المنزل، أحمد بن حنبل نهاره هو عليكم بالسنة وعليكم بالسنة وعليكم بالقرآن، اقتلني هذا أحمد بن حنبل. قال وما رأيك في ابن تيمية؟ قال ضرباته على رأسي باليومية. ابن تيمية يعني شيخ الإسلام ومجدد الإسلام، يعني قالوا الضربة تاعه ما زالت في رأسي راهي يعني كلها في كل يوم وفي كل يوم. قلت البخاري، الإمام البخاري قال أحرق بكتابه داري، كتاب صحيح البخاري قالوا به البخاري حرق علي الدار تاعي، لأنه الأحاديث الضعيفة اللي كنت ندخلها من تحت والأحاديث الموضوعة التي كنت نغشها صححها الإمام البخاري فأحرق علي داري. قلت فالحجاج، الحجاج بن يوسف، ها
يعني فقال الشيطان ليت في الناس ألف حجاج فلنا بسيلته ابتهاج ونهجه لنا علاج. الحجاج يا إخواني أسال دماء المسلمين، كان يجري الأنهار بدماء المسلمين، نسأل الله السلامة على كل حال. قلت وفرعون، فرعون تعرف فقال الشيطان له منا كل نصر وعون، له ندعو له كل صباح، ندعو له فرعون ندعو له كل صباح ومساء، ربي عينه إن شاء الله، له منا كل نصر وعون. قلت فصلاح الدين الأيوبي بطل حطين، فقال دعه ما تجبد ليش عليه، فقد مرغنا بالطين. صلاح الدين تاعكم النهار ما تجبدون عليه، قال اتركه الشيطان، لأنه صلاح الدين إنسان مصلح أعاد الأقصى، فهذا ضد الشيطان. فقالوا دعني ما تجبد ليش على صلاح الدين، فقد مرغنا بالطين. قلت محمد بن عبد الوهاب، محمد بن عبد الوهاب المصلح، قال أشعل في صدري بدعوته الالتهاب وأحرقني بكل شهاب. قاع البدع اللي كنت ندخلها للناس ويعبدوها ربي ونظل فيهم، يظلوا في القبور يعبدوا، يظلوا يجيبوا الشماع، يظلوا يذبحوا، يظلوا يشطحوا طول الليل ويظلوا كذا، جاء ابن عبد الوهاب فكل بين هذه الأمور فأصلح الأمة ونصر السنة، فقد أحرق أشعل في صدري بدعة. قلت وأبو جهل، أبو جهل فقلت أبو جهل، أبو جهل نحن له إخوة وأهل، أبو جهل هذاك تاعنا، هذاك بابانا سبحان الله العظيم. قلت فأبو لهب الذي ذكر في القرآن عم النبي صلى الله عليه وسلم، قال الشيطان نحن معه أينما ذهب، احنا وين يروح أبو لهب رانا معاه، احنا يروح للنار نروح معاه، يروح يعني فنحن معه أينما ذهب. قلت بعد هذا يعني إخواني، قلت له فسأله عن لينين، لينين تاع الاشتراكية والشيوعية، يقول فقال الشيطان ربطناه في النار مع ستالين. قلت في المجلات الخليعة هذو لما قازان يتبعوا يا إخواني وكذا فقلت فقال الشيطان هي لنا شريعة، أو هذاك هو القرآن تاعنا يا إخواني، التصاوير تاع النساء عرايا وتاع وتاع الخماش وتاع كذا، هذيك هي الشريعة تاعنا سبحان الله، هذا هو كتاب إبليس، هذاك هو قرآن إبليس. يعني يعني قلت له في المقاهي واش رأيك يا ودي في المقاهي، قال نرحب بكل لاه، المقاهي نرحب فيها بكل لاه، اللي يجي للقهوة يقعد يفوت ربع سوايع تاع ديمينو أرشم أكتب كذا الكلام الفارغ، والله هذيك هي بلايص نرحبوا بكل إنسان، كل واحد يجي عندنا والله نفتحوا له الباب تفضل تفضل، فهمت، ونزينوا له الوقت ونزينوا له القعدة، تسيبوا صحاب القهوي نهارهم يبدلوا في الكراسة، نهارهم يبدلوا في الكراسة باش يخلوك تقعد ما تنظرش سبحان الله. احنا في الجامعة تجيب كرسي تاع بلاستيك باش الناس هذاك على حساب، لكن في القهاوي تصيب خدمتهم الفيل يعني يعني الانفستيسمون تاعهم يبدلوا الكراسه ويبدلوا الفوطيات باش زعما الكليون يرتاح يا سيدي ترتاح، باش الشيطان يبرك عليك ثم سبحان الله. فقال العابد للشيطان فما هو ذكركم، اودي انتم شا تذكروا شا تقراوا وشا القران، قال ذكرنا الاغاني، الغنى هذاك هو الذكر تاعنا سبحان الله. قلت وما عملكم والخدمة تاعكم اشتهي، قال هي الأماني، غدوة الجمعة الجاية رمضان الجاي هذه هي الأماني سبحان، وإن قوما غرتهم الأماني حتى خرجوا من الدنيا ولا حسنة لهم. قلت وما رأيكم في الأسواق، هذا العابد يسقسي في الشيطان، قال وما رأيك في الأسواق، قال علمنا بها خفاق وفيها يجتمع الرفاق، علمنا بها خفاق وفيها يجتمع الرفاق. هؤلاء الأسواق قال هذيك هي اللي روندي يعني لليود رونديفو تاعنا ثم نلتقوا بالأحباب تاعنا. إذن فيعني قالوا كيف تضل الناس، كيف تضل الناس، قال أضلهم بالشهوات والشبهات والملهيات والأمنيات والأغنيات. قال كيف تضل النساء، النساء باش، قال أضل النساء بالتبرج والسفور وترك المأمور وارتكاب المحظور. قالوا فكيف تضل العلماء، كيف تضل العلماء، قال بحب الظهور والعجب والغرور وحسد يبلأ الصدور. هكذا يعني أضل العلماء، يحب يبان ويحب يهدروا عليه غير هو،
ويحب يعني سبحان الله وتسيب العالم يحسد خوه العالم ويغير من فهذا والعياذ بالله يعني من عمل الشيطان من عمل الشيطان لما تصيب الأئمة مش متفاهمين بعضهم والدعاة مش متفاهمين بعضهم وهذا يقول هذا يعرف وهذا ما يعرفش وهذا يشتم فيه هذا هذا كله من عمل الشيطان والعياذ بالله. فكيف تضل العامة الناس هذو اللي ماشي قارين كيفاش تضلهم يا إبليس؟ قالوا نضلهم بالغيبة والنميمة والأحاديث السقيمة وما ليس له قيمة. سبحان الله النهار هو التمنشير يزين لهم الشيطان التمنشير يقعد مع صاحبه في الفواي روحوا الفواي تاعنا يا إخواني تاع الشوابين تاعنا اللي اون روتريت نورمالمون راه في لا روتريت نورمالمون انسان في لا روتريت حيدخل سيدي يدخل للبلاد متوحشينه ولاده متوحشاته زوجته يدخل للبلاد سيدي سبحان الله يا سيدي يجي يخلص لا روتريت تاعه ويروح لا يحب يقعد في الفواي ولادها الهيهام ساكن وحدهم وكل شيء ويقعد في الفايش تا يدير يقعدوا دايرين طابلة وشجرة ويقعدوا ويبدأوا يمنشروا من الصباح للعشية يعودوا يدخلوا يديروا شوية لاسيس يضرب قهوة ويعودوا يخرجوا ثاني يتلاقوا ثاني قال فلان وفلانة قالت وفلانة شفناها وفلان كذا الغيبة والنميمة ما يطلقوا عالم ما يطلقوا ما يطلقوا طبيب ما يطلقوا واحد ما يسيبوش يزين لهم الشيء هذه هي خدمتهم يعاودوا يروحوا يرقدوا ثاني ينوضوا الصباح ثاني يعاودوا يجوا تحت الشجره هذيك وتلك تحت الطابله هذيك فهمت ولا كانوا يتكيفوا تصيب البوان تاع معمرين اذا كانوا يديروا الشمه ذيك الشجره تموت العروق تاعها يكتلوهم لها بالشمه تاعهم وكذا هذا ما مقابلين سبحان الله. اذا فبالغيبه والنميمه والاحاديث اللي ما عندها حتى اساس يهضروا واحد التخاريف واحد الكلام ما عنده حتى قيمه ولا اساس سبحان الله. إذا قالوا بيضة في التلفزيون هو يقول لك لا راهم قالوا كحلة ما فهم قالوا إذا الإمام تاع الجمعة قال هذيك وهذيك يجي هو يقول لك لا راهم قالوا هاكا يا ودي أنا سمعتها أخويا أنا سمعتهم ويعني سبحان الله ويجيبك الحوايج اللي ما عندها حتى قيمة ولا أساس سبحان الله. فقلت كيف تضل التجار والتجار كيفاش تدير معهم؟ قال بالربا في المعاملات ومنع الصدقات والإسراف في النفقات. الربا في المعاملات نخليه يحلف والله لا تاع اليوم والله لازم سلعه الهند والله لازم سلعه المروك والله لازم ويكذب ويعني كذلك نمنحهم من الصدقات كي يجي فقير يدخل على تاجر التاجر هذاك يقول لك لطيف ابن عمي نارو ما حابسين علينا ودخل عليه غير واحد قليل لطيف نارو واحد اي اروح من بعد ورواح وبدا يزقي وكذا دخل عليك فقير سبحان الله العظيم فيمنعك الصدقات ثم كذلك الاسراف والنفقه. كيف تضل الشباب كيف تضل الشباب؟ فقال بالغزل والهيام والعشق والغرام والاستخفاف بالأحكام وفعل الحرام. سبحان الله بالغزل حوس لك الشاب يحوس لك على السيدي اللي خرج والغنية الجديدة اللي خرجت والفيلم الجديد اللي خرج والأبواب دنوي اللي حلت جديدة والرستوران اللي فيه الشيشة وفيه كذا وين حل عندهم الخبارات تاع كل هذا يعطوك لي سبحان الله اللي يعطوا لتوريزاسيون باش يحلوا لك ما عندهمش الخبارات وما عندهمش الشباب ما سمعتش يا في يعني سبحان الله مقهى تحل في الجهه الفلانيه بودون ويتحلت في الجهه الفلانيه الاغنيه الفلانيه ما عليكش ما سمعتيش الاغنيه الجديده تاع مامي ما سمعتيش الاغنيه الجديده تاع وتخبرك بكل شيء سبحان الله العظيم. اذا قلت فما رايك في دوله اليهود فما رايك في دوله اليهود؟ قال اياك والغيبه. قال له سال العالم سال الشيطان قال له فما رايك في قال له اسمع حذاري من الغيبة ما تظلش تختب ما تقدرش فإنها مصيبة الغيبة راهي مصيبة وإسرائيل دولة حبيبة ومن القلب قريبة. الله أكبر نعم نعم. إذن فيعني ثم العالم يقول يعني زاد واصل في اللقاء إخواني قال فما تقول يعني سبحان الله العظيم فما تقول في الصحف فما تقول في الصحف لجورنا وهذا كل. فقال نضيع بها أوقات الخلف ونذهب بها أعمار أهل الترف ونأخذ بها الأموال مع الأسف لجورنا هذا يا أخويا نضيع بها الأوقات تاع الناس ويعني نذهب بها أعمار أهل الترف عمره كامل يفوته يعني غير من الجنانين ما خرج وبها ناخذ اموال يعني ناخذ بها الاموال مع الاسف وبها يعني ندير لهم دراهمهم غير بشوي الكلام اللي كتبوه اليوم يعاودوا غدوه في الجورنال
واللي يكتبوا في الجرنان هذا يعودوا في غدوة في هذاك الجرنان هذاك سبحان الله. قال فما فعلت في الغراب؟ قال فما فعلت في الغراب؟ قال سلطته على أخيه فقتله ودفنه في التراب. الغراب اللي ورى يعني في قصة قابيل وهابيل، ها الغراب هو اللي خلى حتى خوه قتل أخيه، وجاء الغراب ليواريه كيف ليعلمه كيف يواري سوءة أخيه، فقال أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب. قال فما فعلت بقارون؟ قلت له احفظ الكنوز يا ابن العجوز لتفوز فأنت أحد الرموز. فماذا فعلت بفرعون؟ قلت لفرعون قال قلت له، الشيطان يقول فرعون شا قلت له؟ قلت له يا عظيم القصر قل أليس لي ملك مصر فسوف يأتيك النصر. ولهذا فعلا قالها فرعون، أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، حتى وصل قال ما علمت لكم من إله غيري. قال سبحان الله فماذا فعلت، ماذا قلت لشارب الخمر؟ قال قلت له أشرب بنت الكروم فإنها تذهب الهموم وتزيل الغموم وباب التوبة معلوم. أشرب على روحكم بعد غفور رحيم إن شاء الله، خبطها مليح وكي قرب رمضان 40 يوم بطل وخلاص برك. صار هو عنده كي نحسبه رمضان 30 يوم و40 يوم قبل رمضان صافي 30 و40 70 يوم، وعدنا 365 عام في العام، 365 يوم في العام نحو منها 70، إذن تقريبا 295 295 هذه خبط فيها حتى تعيا وتبقى لك هذه سبحان الله. إذن الشيطان يزين لشارب الخمر. قلت له أشرب بنت الكروم فإنها تذهب الهموم، يعني عمر راسك كما نقول، وتزيل الغموم وباب التوبة معلوم. فماذا يقتلك؟ قالوا فماذا يقتلك؟ وش هو اللي يقتلك أنت يا ابن الشيء كل قدر؟ قال آية الكرسي، آية الكرسي منها تذيق نفسي ويطول حبسي وفي كل بلاء أمسي. كي يقرأ علي واحد آية الكرسي يهلكني سبحان الله، يذيق الصدر التاعي ويعني سبحان الله ويطول الهم التاعي آية الكرسي. فماذا أحب الناس، فمن أحب الناس إليك؟ شكون اللي تبغيهم بزاف يا إبليس؟ شكون اللي عزاز عليك يا إبليس؟ قال المغنون والشعراء الغاوون وأهل المعاصي والمجون وكل خبيث مفتون. هذا هم أحباب الشيطان، هذا هم حزب الشيطان، المغنون والشعراء الغاوون وأهل المعاصي والمجون وكل خبيث مفتون. قال فما أبغض الناس إليك؟ شكون اللي تبغضهم بزاف؟ لي جون كي تو ديتيست بزاف؟ قال أهل المساجد وكل راكع وساجد وزاهد عابد وكل مجاهد. هذا هم أعداء الشيطان، أهل المساجد وكل راكع وساجد وزاهد وعابد وكل مجاهد. نسأل الله سبحانه وتعالى يا إخواني أن يجعلنا منهم. أعوذ بالله منك، أعوذ بالله من همزات الشياطين يا رب العالمين، أعوذ بالله من همزات الشياطين، أعوذ بالله من همزات الشياطين. إذن هذا الحوار يا إخواني في الحقيقة لكي فقط نبين منه من خلاله إن شاء الله يعني عداوة الشيطان، عداوة الشيطان للإنسان، ونبين فيه كذلك الفريق تاع الشيطان وجنود إبليس، وجنود إبليس، لأننا قلنا أن إبليس عنده جنود من الإنس وجنود من الجن، جنود من الإنس وجنود من الجن. إذن فعرفنا شكون هم أصحاب الشيطان وشكون يبغيهم الشيطان، وعرفنا اللي يكرههم الشيطان ويعاديهم الشيطان، وعرفنا حزب الشيطان يا إخواني. فنسأل الله أن يحفظنا إن شاء الله. فهلا تعاوننا يا إخواني، فهلا تعاوننا يا إخواني مع بعضنا مع البعض، وتصفينا صف واحد لمحاربة هذا العدو اللذود، العدو المشترك اللي هو عدونا كلنا يا إخواني. فهلا تعاوننا يا أهل بيوت الله، الناس اللي في المساجد، علاش ما نتعاونوش مع بعضنا باش نحاربوا الشيطان العدو تاعنا كامل؟ وتكون القيادة تاعنا معاه هو، ماشي مع بعضنا البعض، ماشي هذا حقد على هذا وهذا حقد على هذا وهذا ما يهدرش مع هذا وهذا يختف في هذا. علاش ما نبطلوش كاع هذا الحوايج يا إخواني، ونخلوا العداوة تاعنا الحقيقية والمعركة تاعنا الحقيقية مع إبليس؟ علاه أنتم في دار واحدة خاوة واخواتات أم وأب واحد
سبحان الله فاميلا واحدة، علاش ما تطردوا الشيطان وتخلوا المعركة تاعكم مع إبليس؟ علاش دليل القيدة في بعضاكم ما تهدروش مع بعضاكم، ما تروحوش لبعضاكم؟ علاش تقطعي في أختك وعلى أختك تقطع فيك؟ علاش تقطعي في أخوك وأخوك يقطع فيك؟ علاش؟ علاش ما نديروش الحرب تاعنا الحقيقية مع الشيطان ونطرد الشيطان من بيوتنا، نعود نصلوا في الوقت، نعود نقرأ القرآن، نعود نجتمعوا على الطاعة، نطرد الشيطان من بيننا يا إخواني سبحان الله. علاش احنا يعني أمة الإسلام طردنا الشيطان من بيننا؟ علاه ولينا أكثر من عدونا على بعضنا البعض؟ المغربي ما يشم الجزائري، والجزائري ما يشم المغربي، والتونسي ما يشم الآخر، وهذا ما يشم هذا، كأننا أعداء وإحنا نصلوا القبلة واحدة والمسجد واحد وقرآن واحد وإله واحد وكل شيء. علاش؟ لماذا لا نطرد الشيطان ونجعل العداوة تاعنا والعدو تاعنا الحقيقة هو إبليس يا إخوان؟ فلماذا لا؟ وش هو المانع يا إخواني؟ وش هو المانع؟ والرهل للبروبلام سبحان الله. إذن فهذا هو عدونا يا إخواني، وهذه هي المعركة الحقيقية. فكل معركة جانبية هي صرف الناس عن المعركة الحقيقية، وهذه من الذنوب ومن الكبائر. نسأل الله أن يتوب عنا جميعا إن شاء الله. إن أصبت فمن الله، وإن أخطأت فمن نفسي ومن الشيطان، وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وبارك الله لي في أسماعكم مستمعينا ومستمعاتنا. إذا نصل إلى الفقرة الموالية من فقرات برنامجنا، وهي فقرة الأسئلة والإجابة عنها بإذن الله سبحانه وتعالى. نذكر برقم الهاتف 04-91-62-69-06-04-72-69 إن شاء الله. هذا هو يعني الخط اللي يفصل بيننا وبينكم.